ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب مدينة هوالين التايوانية إلى 7 قتلى فضلا عن إصابة 243 آخرين. وألحق الزلزال الذي بلغت شدته 6.4 درجات بمقياس ريختر ألحقت أضرارا بالغة بالمباني في البلاد. أعلنت السلطات إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في المدينة جراء هذه الأضرار. لحظات من الرابع عاشها المواطنون قرب مدينة هويان في تايوان، حيث تعرضت المدينة لهزة أرضية قوتها 6.4 درجات على مقياس ريختر، أسفرت عن تدمير العديد من الأبنية والطرقات في المدينة وخلفت وراءها عددا من الضحايا والمصابين. وفي محاولة لإنقاذ الوضع، سارعت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع رجال الأسعاف بإنقاذ من تضرروا من الحادث، وذلك برفع أنقاض المباني المدمرة بحثا عن ناجين. رئيسة تايوان تساي إنغوين انتقلت إلى موقع الحادث، وذلك لمتابعة عمليات الإنقاذ وزيارة المتضررين، وتعهدت بتقديم المساعدات الطبية والمالية ليعود المواطنون إلى حياتهم بشكل طبيعي. سنقدم الدعم الكامل لاقتصاد إقليم هوليان التايواني من أجل إعادة الحياة لطبيعتها من كارثة الزلزال في أسرع وقت، ولذلك سيتم تخصيص 300 مليون دولار تايواني لدعم حكومة هوليان المتضررة. حكومة تايوان أعلنت عن مخاوفها من هزات ارتدادية قد تضرب الجزيرة خلال الأسابيع القادمة، وذلك بعد تحذيرات من خبراء الزلازل، وخاصة وأن المدينة قد عانت من أكثر من 100 زلزال خفيف خلال الشهر الماضي. زلزال هوليان أعاد للأذهان حادثة العام الماضي عندما راح 100 شخص ضحية لزلزال أصاب جنوب المدينة وسبب الكثير من الأضرار.